ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد، اول مرة طبعا اظهر بشكلي وبصورتي، واسف جدا لو انا شكلي مبهدل شوية، بس عشان بناء على طلباتكم احنا جبنا مكان جاك اف 4. اخر تعليقات كان ناس كتير قوي بتسأل عن الجاك وهم فاكرين ان انا مش بجيبه. بتأسف مرة تانية لو الشكل مبهدل شوية، بس انا في ناس قالت اظهر بشكلك، وانا من ناس اهل اسوان واهل الاقصر، وناس من قنا، وناس من الفيوم، فانا ظهرت بشكلي اهو، وبرضه تبقوا عارفين شكلي عشان لو جيتوا تعرفوني. من ساعات ببقى قاعد على باب المعرض تحت، برد على تعليق يا جماعه مكتوب ان الفيديو ملوش اي لازمه من غير سعر. انا ما بقدرش اقول سعر حاجه مستعمله، لان انا ممكن دلوقتي اصور لكم حاله مثلا ب 5000، تمشي الحاله يبقى في منها بستة وفي منها باربعه. بس انا هحاول يا جماعه ان انا على قد ما اقدر اقول مثلا المكان بيبدا من كذا لحد كذا في اليوز. الجديد طبعا انا هقول سعره بعد كده، يعني لان الجديد سعره هنحاول نبقى ارخص من بره بحاجات بسيطه يعني. واتمنى طبعا ان انا اكون بقدر ان انا على قد ما اقدر اوفر لكم اللي انتم بتطلبوه. النهارده الفيديو معمول للمكن الجاك الاف 4. انا طبعا متشرف بيكم وانتوا اخواتي، وتيجوا تنوروني في الرواعي في معرض الحاج سليمان. هندخل دلوقتي يا جماعه المكن الجاك اهي جت. طبعا دي واحده عينه. طبعا بصوا يا جماعه الحاله ما شاء الله، دي عينه كده من البيعه، جالنا كميه، ما تقلقوش يعني اي حد هيطلب كميه هيلاقيها ان شاء الله متوفره. زي ما انتم شايفين الحاله بتاعت المكنه اهي يا جماعه. طبعا انا كنت ممكن يا جماعه في اي وقت اجيب لكم لو عايزين 100 مكنه جاك، بس انا ما احبش اروح اجيب المكنه ترابيزه مثلا متبهدله. بصوا يا جماعه الرجل بتاعت المكنه، بصوا الرجل، بصوا بسم الله ما شاء الله الحاله. هو ده يا جماعة اللي بيتقال عليه كسر الزيرو. المكنة لازم تبقى نظيفة من هنا ومن هنا ومن الخلف. شايفين يا جماعة المكنة من الظهر عاملة ازاي؟ وادي يا جماعة الشمعدان حتى نضيف اهو. شايفين يا جماعة السيريال نمبر، والمكنة دي يا جماعة فيها باركود. طبعا جاك اف 4 غنية عن التعريف، فانا طبعا بيسألوني عنها كتير. طبعا النهارده ظهرت بوشي لان طلبوا مني كده اخواتي وحبايبي، واحنا طبعا من غيركم ما نسواش اي حاجه، ولا المحل يسوى اي حاجه من غيركم ومن غير تفاعلكم ومشاهداتكم. دي واحده من المفاجآت، عقبال يا رب كده لما المكن الكمبيوتر الكامل يدخل. وبتاسف لاهل سلكه في المنصوره، بتاسف مره واتنين وتلاته على التاخير. انا محرج جدا، الناس دي يا جماعه دافعه فلوس ومستنيين البضاعه، بس انا عايز اقول ان هم اهلي وكان في بيننا عيش وملح، وبتاسف لهم من خلال الفيديو بتاع المكن الجاك. طبعا المكن اهي، طبعا بصوا يا جماعه المكن طبعا صوته من غير زيت، مكنه جميله جدا ما شاء الله. عايز اقول لكم تسالوا عن الخصم وتسالوا عن الهدايا. مكن يا جماعه صناعي او منزلي، انا مش بزود السعر. المكن ده يا جماعة جه من أول 4700 لحد 6300، يعني في بقى طبعا احنا هنجهز في المعرض ده تحت وفوق. طبعا اللي هيجي هيشوف مثلا حالة، هوريله مثلا دي ب 4500، 4700، في 5400، في 6300. 6300 دي اللي هي كسر الزيرو خالص، عشان محدش يا جماعة يجي يقول أنا ما بقولش السعر. المكن من أول 4500، واسف جدا يا جماعه لو في صوت دوشه، لان احنا بصور من المعرض اللي تحت مش اللي فوق اللي هو قريب من الشارع. طبعا ده الملف زي ما انتم عارفين الاوتوماتيك. طبعا المكنه يا جماعه غنيه عن التعريف، زي ما انتم شايفين حاله المكنه بسم الله ما شاء الله. طبعا الاسم الجاك موجود في المكنه، المكنه اف 4. حابب اقول لحضراتكم ان انا والله العظيم يعلم ربنا عشان اجيب مكان نضيف بالحاله الجيده دي. طبعا انا مبسوط جدا ان انا ظهرت النهارده في الفيديو عشان كل اخواتي يعرفوني، وتعليقات جميله جدا بتتكتب لي وانا ببقى فرحان بيها جدا. دي عينه يا جماعه من العينات، وهنزل دلوقتي المعرض اللي تحت برضه هوريكم واحده، وهصور لكم اليافطه، وهنطلع تاني. يا جماعه واحده تانيه اهي زي ما انتم شايفين، برضه الحاله يا جماعه نضيفه جدا. بالمناسبة المكنة البرازر ده لسه يا جماعة ما عنديش منه،
لسه ما دخليش منه، عشان في ناس كانت فاكره ان انا عندي وبعز عليهم. المكان ده لسه ما جاش، اللي هو 878. دي الحاله التانية يا جماعه. ايه برضو، بصوا يا جماعه، برضو حاله الرجل، حاله الحوض بتاع المكنه جميله جدا. بالنسبه للمكن المنزلي ده، اشتري من عندي المستعمل، ما تخافش. المكنه معاها شهاده ضمان 3 سنين. اشتري مني المكن المستعمل، تايواني ياباني او الماني، من غير ما تخاف. ويعني اقروا في التعليقات، لو في حد اشترى مني مكن سنجر من الاسمر ده، بياخدوا مني استعمال خفيف. نرجع تاني يا جماعة للفيديو بتاع المكنة الجيكا يا جماعة، برضو يعني نفس الحالة اللي فوق، كسر الزيرو. الشمعدان يا جماعة نضيف جدا اهو، شايفين يا جماعة الشمعدان اهو، الشمعدان نفسه عليه ختم الجاك اهو يا جماعة، زي ما انتم شايفين. كده احنا تحت في المعرض تحت، وهطلع معاكم فوق تاني. وما تنسوش يا جماعة، الخصم موجود، خصم القناة. انت بس قول انا جاي من قناة ماكينات خياطة ابو سليمان. خلي بالكوا يا جماعة، عشان لو حد بيقول لحد يدخل على القناة، هي مش مكن خياطة، هي ماكينات خياطة ابو سليمان. بالمناسبة يا جماعة، المحل وانتوا طالعين في سلم، وانتوا طالعين بتطلعوا كده على السلم اهو، بتدخلوا زي ما انتوا شايفين. هستناكوا في 14 شارع الرويعي. المكن اللي هو ابو ترابيزات ورجول بالبدال موجود، مكان ابو بدال.